كانت كمان القفازات. يعني مالك يا حاجة؟ بطني مكركبة يا حاج. بطنك مكركبة ليه؟ هي دولاب؟ دولاب؟ هتشكري اللي بتقولي بطني مكركبة؟ ممكن تكون ثلاجة. والله بطني بتوجعني يا حاجة. بقول لك ايه يا اعتماد؟ قومي اعملي لنا صينية مكرونة بشاميل وفرختين شامورتي كده شويهم وثانية رقاق. اوه يا اعتمادتي يا حبيبتي. حسبي الله ونعم الوكيل. بتقولي حاجة يا اعتماد؟ لا لا يا اخويا، ده انا بس عشان انا بحب اقول اذكار على طول. معايا فلوس، معايا فلوس، ده مبلغ عليا النوس بطال. لا 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 لا، معايا فلوس، معايا فلوس، ده مبلغ عليا النوس بطال. لا 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 لا. خد يا بنت انت هنا. عايزه ايه؟ رايحه فين؟ رايحه اشتري حاجه حلوه. يا قطة، معاكي فلوس على كده يا بت؟ طبعا معايا 20 جنيه. ماما ادتني 10 جنيه وبابا اداني 10 جنيه. 20 جنيه بحالهم، رايحة تجيبي بيهم حاجة حلوة؟ ده انتوا مبسوطين على كده. مبسوطين، احنا كل يوم انا واخواتي بنشغل اغاني وبنقعد نرقص وننبسط. انا اختي حبيبة لسه معلماني رقص. لا ما اقصدش ان انتوا يعني فرحانين، اقصد ان انتوا معاكوا فلوس. وريني كده يا بنت ال 20 جنيه اللي معاكي دي. اهي دي بقى حلال عليا. يعني ايه؟ يعني هاخدها. لا تاخديها ليه؟ دي بتاعتي ادي 20 جنيه ما تخرجنيش. لا مش هديها لك، وامشي من وشي دلوقتي عشان انا لما بتضايق ما بشوفش قدامي. لا يا اختي، وانا مالي تضايقي ولا تتفرقي كمان؟ انا عايزه ال 20 جنيه. شكلك عايزة تتضربي. يا مفترية والله، اروح اقول لبابا. روحي يا اختي اشتكي، يا نوخي يا صغنونة. يا بابا. يا سوسو، في ايه مالك؟ بتعيطي ليه؟ بتوقفني مشاع واخدت مني ال 20 جنيه. ازاي يا سوسو الكلام ده؟ نسيت الكونغ فو. لا يا سوسو مش هينفع الكلام ده، انت لازم ادربك كده عشان تبقي قويه وتعرفي تاخدي حقك. ماشي يا بابا. ماشي يا سوسو. يلا يا سوسو، اديني جبت لك الكونفازات دي عشان اخليكي ترجعي للكونغ فو تاني. لا دي بالايد دي، خدي يلا البسي. رجعك بقى دي بالقويه كده وتعرفي تاخدي حقك يا سوسو. يا بابا ثانيه واحده. يلا يا سوسو البس. انا هضرب البنت دي. ماشي يلا عشان تتمرني بس. طيب خليها تعيط. اقفل يا بابا، اقفل جامد يا بابا. ايوه يا بابا. يلا اتمرني بيها يا سوسو. استني. ايه رايح فين؟ هجيب لك حاجه تتمرني عليها. ماشي يا بابا. يلا يا سوسو بصي، قدري دي البنت. البنت دي ايه اللي ضربتك؟ يلا. طب ابعد شويه عشان اهو اتمرني يا سوسو. ايه ده؟ ايه يلا يا سوسو ماشي. ماشي ايوه شاطرة يا سوسو. يلا يا سوسو اعتبريها البنت اللي ضربتك، وريني. ايوه كده شاطرة يا سوسو. شاطرة يا سوسو، شاطرة، الله ينور. يلا اضربيها شلوت يا سوسو. شاطرة يا سوسو، كمان واحد يا سوسو. اوعي تشقلط انت يا سوسو. شاطرة يا سوسو، وبسين في وشها يا سوسو. ايوه كده الله ينور، الله ينور يا سوسو. ماشي خلاص، المخدة ماتت يا سوسو. كفايه يا سوسو المخده ماتت، عايزك تظبط البيت. ماشي يلا يا سوسو. شاطره يا سوسو. ايوه الله ينور. بس كفايه بقى كده يا سوسو، انا ايدي وجعتني بقى بضرب البيت. يلا يا سوسو انت كده اتمرنتي وبقيتي تمام. تاخدي بعضك وتروحي للبيت دي تجيبيها علقه حلوه وتجيبي ال 20 جنيه بتاعتك وتيجي. عينيا يا بابا. خلاص؟ يلا يا سوسو. تاخد بوكسين يا بابا. يلا يا سوسو. يلا ما تجيبيش يا سوسو، عايزك ترجعي لي كده رفع راسي فوق. من عينيا، ده انا هخلي راسك زي الزرافه. ماشي. ايه يا اصحابي، بنت واقفه هناك اهي، شجعوني عشان اضربها لكم واقطعها لكم وافرمها لكم كده واخد ال 20 جنيه بتاعتي. انا مش عارفه، انا
يا قطة انتي رجعتي تاني؟ هاتي فلوسي بارك. انتي شكلك ما تعلمتيش من الضربة اللي فاتت وعايزة تتضربي تاني. امشي من وشي بدل ما اضربك. ما تقدريش تضربيني على فكرة. ياهو انا سوسو الشجاع. فيا الجوانتيات الحلوة دي بابي ومامي جايبينهم لك في عيد ميلادك؟ مالكيش دعوة، ولو ما جبتيش الفلوس هضربك. طب تعالي بقى. وفين الكفازات؟ ايه ده يا سوسو؟ يا سوسو انت بتقولي لي ايه اللي حصل؟ انت دخلتي في قطر؟ البت ايوه البت عملوها ضربتني يا بابا وخدت مني الكفازات. هو مش وخدت كمان الكفازات؟ اما الكونجو فوق ايه؟ الكونجو فوق ايه يا سوسو؟ يا نهار يا سوسو ده انت اتنشملتي يا سوسو. يا لهوي يا بنتي بنتي ده انا لهوي يا ناس بنتي اتنشملت. الجوانتات دي بابي ومامي جايبوها ايه الجوانتيات اللي امك وباباكي؟ انا سوسو الشجاع فيا.